السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا في صحه جيده نتوما وليداتكم ومعز عليكم. كي دايرين؟ كي غاديين مع هاد الموجه الغلاء اللي كتشهدها البلاد؟ كنتمنوا يكون خير ان شاء الله باذن الله. وضمن هاد الغلاء اللي كاين لاباس، غادي ندوز معكم واحد جوج وصفات ديال المسمن والبطبوط اللي هما بالسميده البيضاء اللي هي ارخص سميده في السوق، وبالسبيسيال اللي هو رخيص حتى هو على حساب الفينو غالي. وتشوفوا النتيجه كي دايره، كيجيو واعرين. الطريقه ان شاء الله غادي تتبعوها، غادي يجيكم سمن واعر والملوي اسهل طريقه في اليوتيوب هي هذه، وكيجي ملوي خطير خطير بزاف. المهم فيديو زوين، وكيكه كتجي بحال شكل هذاك جينوفا ولا سميتها نوعية اخرى ميريندينا، ولا واحد كيكه خطيره غادي تجي وغتعجبكم. المهم فيديو زوين وكل استفاده، وغنشارك معكم واحد العجينه اللي هي رخيصه وزوينه الاخوات اللي بغاو عجينه. العجينه فيها مميزات ديال العجانات الغاليين، وكطيح بواحد الثمن ناقص بزاف، وفي واحد الكود برومو. المهم نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. صافي درت البنات التحليله وجيت جبت معايا النهيله كرواسه هذه كتبغيها. شكرا. شفت لها بتي بان، انا شفت لي كرواسه باللوز كتعجبني حتى وحيده، ما ناكلهاش كلها، ناكل غير نصها. اختي نحط ليا غير زويته، ما بغيتش فرماج. اختي مع خبيه صافي. ايوا صافي البنات، هادشي اللي كاين. ماما درت التحليله ديال الكواط، تلاقيت مع واحد المتتبعه جايه ديال البنت التحاليل، ودرت التحليله ديال الكواط واحده اخرى كتبين جوج خاصين بالكواط، تيخرجوا غدا ان شاء الله. وصافي وجيت في حالي. ماما غادي نفطر ونشوف شنو غندير للغدا. فيت لي غير كاس الحليب، غندير معاه شويه من هادي، ما درتش كاع قهوه معصره. صافي مزروبه زعما. صافي هنايا البنات، بعد تفكير عميق جدا جدا اهتديت انني ندير لهم الكرعيه الغدا. اسهل حاجه، ما قال البنات شحر ما قال قلي، بقاو عندي واحد شويه الكرعين من العيد الكبير. خزناهم مغسولين ونقيين مقادين، درت لهم شويه الماء طي، وعاوتاني دابا عاود شللتهم مع شويه الخل، وزدت عليهم بصيله وشويه الحمص، وغنسد عليهم وغنصايب لهم شويه الرمان مع شويه ديال هكا الياغورت هكا بحال الديسير، وصافي هذا هو الغدا. وقبل ما نبغي نمشي البنات، غادي نقول لكم شي شويه غادي ندير معكم ان شاء الله العجانه اللي قلت لكم راها وصلتني صراحه شحال هذه. كنت غنمشي نتقدى اليوم ساعه، اليوم غندوز معكم العجانه حيت بزاف الاخوات كيصيفطوا في الانستغرام على حسابي متى غندوز معاهم. واحد الاخت كتبات لي كانت دافعه في واحد العجانه دايره شي 1400 درهم، وقالت لي واش نكمل ولا نحبس. كصبرتي تشوفي هذه صراحه، هذه زوينه، الماركه ديالتها زوينه، وهي اللي شرا خويا كان صيفطناها ليه بحالها، ختها وخا فيها 5.5 كتبان كبيره. المهم انا غنقول لكم شحال غتهز ديال الطحين، والثمن راه غادي تصدموا، الثمن ما كاينش في السوق الثمن البنات. نسد على هذا ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله. غادي ندير لواحد الاخت بغات المسمن بالسميده البيضاء. السميده البيضاء البيضاء كتبقى ارخص سميده وزوينه ما خايباش. فاش غنحط البنات الغداء صراحه كلينا في هذاك النهار اللوبي وعجباتنا، نايلة ما كلاتش معانا فيها. شنوور لكم البنات، دانون ديال جوج دراهم ها هو، والله حتى زوين. انا بعدا هاد الدانون الطبيعي تيعجبني، هاد باقي جوج دراهم ولي تجيبو. جبت القياس درت منه هنا مع الرمان، عوض ناكلو الرمان هاكا كناشفة، درتها مع ياغوت هاكا. وها هما الغديوة ديالتي البنات، غنحطها. زدت لها شوية الزبيب، واحد المعلقة العسل. كيما قلت لكم انا هاد الكرعين راه عندي البنات ليه هادشي جا زوين، وجات المريقه خاطر. ها هو الرمان، درت ليه واحد جوج كيسان ديال ياغورت، جوج رمانات مع جوج كيسان ديال ياغورت كطلع شي شويه ناقصه هكا، ماشي بحال الرمانه. رمانه هو الكيلو راه فيه غير ثلاثه اصلا. ايوا صافي هذا هو غدا نعطيو نتغداو. وكنت قبيله بغيت نجبد معكم العجانه وداك الشيء. على فكره العجانه راه كانت تحت طلب الاخوات، واحد الاخت طلبات ليا الآلة ديال الكوفر، أنا غنوريك واحدة أختي. هو الثمن ديالها شوية غالي، كاليتي ديالها زوينة ولكن ثمنها شوية غالي. صوت لك أختي وصيفطوها ليا في التصويرة غنوريها لك. الثمن ديالها شوية طالع ولكن غنضمن لك أنها كاليتي زوينة، واخا هي أنا غنقول لك راه غالية شوية. بالنسبة للعجانة كتبقى شي حاجة اللي مهمة في الدار، وسيرتو بزاف الناس عياو ومبقاوش قادين يعجنو. كانت تحت طلب بزاف الأخوات بغاو عجانة بثمن مناسب، داكشي اللي جبتها. حيت كاينين شي اخوات الله يهديهم كيبقاو ملي كان ندير شي حاجه اشهار غير كنمسح لك التعاليق، انا كنبلوكي صافي ما كاينلاش نخليها، كيبقاو يزيدوا في الهضره وينقصوا. هذه راه خدمه البنات،
هذيك راه خدمه، راه كنجيب حاجه. راه شحال من اخت كتقول انا شحال من حاجه عرفتها على الطريق ديالك انت. اذا حنا كنفيدو كنستافدو، ما فيها باس الا جبت واحد العجينه وريتها لكم. اللي بغى عده استطاعه غتاخدها، اللي عده عجانه بطبيعه الحال ما غاديش تاخدها، واللي واقفه على عجانه غتشوفها كيفاش دايره بالثمن ديالها وداك الشيء. اللي عجبها الحال بطبيعه الحال راه غتاخدها. انا ما كنحطش الموس على العنق ديال الاخوات باش يشريو بزز، هادشي اللي كاين. يلا نتغداو ونرجع معكم. هنا خديت البنات السميده، هذه السميده البيضاء ها هي كتكون مسمده وحرشه، ولكن المسمن بالسميده ضروري طحنوا في الماء. هذا البنات هنا درت تقريبا 600 غرام ديال السميده، 600 غرام. هذه غنخرج فيها البطبوط، وهذه غنخرج فيها البطبوط المسمن. غنطحن على جوج المراحل لحقاش ما غنتقلش على هذه. غادي ندير الماء وغادي نطحن مزيان. هنا طحنت بالماء بارد، ما درتش كاع ما درتش الماء سخون. المسمن كنعجنو بالماء بارد. والباقي البنات هو هدا. على هاد القياس البنات غنخرج بيه المسمن بالضبط. شوفو دابا كي ولات، هنا قلنا 600 غرام، هنا 1000 غرام اللي هي كيلو. يعني المجموع عندي كيلو وفايته 500، عندي كيلو 600 غرام. هاد كيلو 600 غرام غنديرو في العجانه. العجانه فيها 5 ونص، كتهز 5 ونص. واخا تبان لكم مثلا نقولوا حنا 5 ونص ما غاديش بزاف، راه العكس 5 ونص راه كتهز 2 كيلو ديال الطحين وتا 2 ونص. عقلتوا على ديك الصغيره اللي كدوزت معكم البنات، دوزت ثاني شي اشهار عرفتي، كانت جات بروموسيون فواحد الكود برومو خداوها البنات، كانت دازت غير ب 750 درهم في النادي. سولتني على واحد الاخت نيت مؤخرا، انا كنت عطيتها البنات ملي كيكونوا عندي عجانات وكتشوفي شي حد اخر ما عندوش، عطيتها لواحد السيده واخا خدامه كلشي. حيت سولتني واحد البنت قالت لي فينا هي، راه واخا ما تشوفهاش عندي راه باقا خدامه، راه باقا مزيانه وكلشي. المهم اللي نقول لكم هاد الماركه راه زوينه، راه الناس عندهم 5 سنين. فاش وريتهم العجانه ديال خويا راه كتبوا لي تعاليق راه باقا ني تما، كاين اللي عنده 5 سنين كاين اللي عنده 4 سنين. غير التهلو البنات، العجانات بصفه عامه واخا تكون ما عديهاش بنت خالتي راه عندها كينيود وشاريها غاليه وكثرت عليها طحين بزاف وخسرت لها الموطور. يعني ما تكثروش بزاف، راه هي ملي كتسخن راه غير. انا كما قلت لكم ديما كندير شي حاجه ديال الماء هكا كنخلط انا وعاد كنعطيها هي تعجن، بحال بحال كننقص عليها، كننقص على المرحله ديال العجينه عوا تعجن هي من الديبار. وصراحه عمر شي عجينه ما خسرات ليا، عمر شي عجينه ما خسرات ليا. هاد الحمراء راني شاريها نيت وكلشي، هانتوما كتشوفوا انا باقا خدامه وكلشي. المهم غنمشي نجيب العجانه ونرجع معكم باش نبداو العجين ان شاء الله. هذا البنات هو البديل ديال الفينو اللي هو دقيق الصلب، اللي هو سبيسيال. هو ماشي الفينو لانه ما حرش بحال الفينو، رطب ولكن مخير، كيجيب المسمن كيجيب البطبوط كيجيب داكشي واعر. انا ان شاء الله غادي نعجن بيه دابا ونقادو معكم تشوفوا شحال زوين. راه ماشي ضروري خصو يكون عندنا الطحين غالي وخصنا نديرو الفينو عاد يطلع لنا مسمن زوين. غير العجينه في الاول عجنوها تكون شويه ما ماشي قاصحه وترتاح العجينه المسمن ترتاح. انا ما غنعجنها بحليب لا بوالو، غادي نديرو بالماء غندير مسمن عادي وغتشوفوا غادي يجي زوين. ها هي البنات هذه هي العجانه، كما قلت لكم راه ماشي صغيره كبيره، 5.5 بالنسبه للواط 1200 واط. يعني العجانه ما كتاكلش الطو، لان انا ما كنخدمش بها الكيك صراحه. انا غندير فيها واحد الكيكه دابا ولكن ما كنخدمش بها الكيك، عندي الباطور الواط تاعو نازل كنخدم بالباطور. اللي ما عندوش بطبيعتها راه يخدم بكيكه، هي كيكه راه ما غاديش تاخذ وقت بزاف، حيت هادشي كله بحال دابا هادي ولا الغلي كياكلوش الضو، لان كنخدمو بهم شويه وكنسكتوهم. وحتى البلانش انا ما كنتش كتاكل ليا الضو، لان كتخدم وكتسكت. المهم بسم الله. بالنسبه للوزن تاعها ما ثقيلاش، هذا الغلاقه اللي كتجي فوق من هادي. هذا البنات هذاك الكروشي اللي كنعجنو بيه ثقيل وزوين كيبان صحيح، كيبان صحيح البنات. المهم انا هاد الماركه راه من غير انني دابا خدامه مثلا معاهم كندير معاهم هكا لي كولابوراسيون، انا راه هاد الماركه كنشريها من بكري والبنات راهم عارفيني. وكما قلت لكم عمرهم وحق الله ولا خسروا ليا. كانت عندي وحده
عطيتها لواحد مرت لوسختي حنان ياك، وواحده كبيره صراحه هي اللي كنت بعت، كانت بعتها لي مريم حيت كبيره ديال اللي داها واحد السيد عنده محل، كنت شريتها ب 3300 درهم عقلتو على البنات، كانت عندها جوج كروشيات، والصراحه هذيك ما كتخدمش بشويه ديال الطحين خاصها بزاف، هذيك هي الوحيده اللي بعت. الوصفه في البنات كاينه هذا الطراب ديال البيض ديال الكيكه الا بغيتو تطلعوا بها كشي حلوه، طلع كريم ولا كيطلع كريم فخيش وداك الشيء. هذا الا بعض الخطرات كنعجن به، هذا كنعجن به بعض الخطرات، وديال الصابلي الا بغيتو تخدموا الحلوه ولا، وكلهم صحاحين وزوينين. هذا خلاص هذا راه كيكون هكا، ما تيكونش صحيح بزاف ولكن هو هكا. هذه هي خدمته، هاد سميتو الفوي طبيعة الحال الكتيب اللي ما كان نديروش ليه اهتمام، ولكن خاصو يتقرا كيكونوا فيه معلومات خاصو يتقرا. وهذه البنات الورقه ديال لا غارونتي اللي بطبيعه الحال فيها عامين، يعني كما تنقول لكم ديما لا غارونتي راه مهمه بزاف. هي العجانه جات نهار 24/10 ويلا غادي ندوزها معكم دابا. بالنسبه لكاين الكود برومو خوخوان، يعني فحال شي الا بغيتو تشريو كديروا واحد الكود برومو ودوزوا لا كوموند ديالكم كتوصلكم بفابور، يعني ما كتخلصوش لا ليفريزون ما كتخلصوهاش. هذه هي الورقه، هذا هو الثمن ديالها، ما واصلاش 21 ريال. علاش انا قلت لكم راها همزه دايره 1089 درهم. بالنسبه غتقلبوا على هذه ونفس السميه ديال هذه العجانه فين ما مشيتوا ما غتلقاوش الثمن، كدير 1300 1000 انا خويا ما خداهاش بهذا الثمن. خويا راه قلت لكم الثمن باش خداها، حيت ديك الساعه ما كانتش خارجه بروموسيون، دابا راها في بروموسيون، يعني البنات اللي خاصين ومعجنات وكتبتوا لي وقلتي لي خديجه بغينا العجانه تشاركي معنا عجانه تكون بروموسيون، ها هي. غنوري الاخت اللي بغات الاله ديال الكوفر، ما جاتهاش حيت غاليه شويه، يعني غاليه ولكن راه شي حاجه اللي غادي كتبان لك، هي كتبان لك صحيحه. واحد الاخت بغات مكنسه كهربائيه، كاينين ولكن شويه غاليين، زوينين حتى هما ولكن شويه الثمن طالع. المهم اي حاجه بغيتوها كاينه عندهم، ما عليكم الا تزوروا الموقع ديال وادوكس غادي تشوفوا كاع داكشي اللي بغيتو، غتشوفوا الاثمنه وكلشي. وديما كنقول لكم هاد الورقه كاينه، حيت هاد الورقه راه هي كلشي، ها الكاشي بكلشي، ها الكاشي هنا عامين، ها الكاشي الاخر، يعني كتضمنوا المنتوج تاعكم الى خسر في مده عامين الا الهرس. نقول لكم ديما البنات الا الحاجه اللي تهرسات على قوت الله اكبر. انا خديت البنات هذاك البول ديال العجانه كما كتشوفوا راه كبير اينوكس، ما كيصديوش هادو، عمر انا شي بول ديال المعجنه صدى ليا. هنا غادي ناخذوا هذاك الخليط ديال السميده اللي طحنا، بسم الله، غادي ندير نصو هنا ونصو نخليه البطبوط، حيت البطبوط البنات فيه الخميره والمسمن ما فيهش الخميره. صافي غنعجن المسمنات بوحدهم وغادي نزيد هنا هذا سبيسيال. هنا واحد المعلقه ديال العسل، هذا العسل راه زوين فيه البنه ديالو بحال 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 هذا حر ومليحه. صافي وغنعجنو البطبوط، غادي نعجنو غير بيديه وكي غنعجنو بالعجانه باش ندوز معكم فيه كلشي ان شاء الله. شكرا للاخوات اللي قالوا لي داك الكونفيتي بلا ما تضيعي في الحلوه، صافي ما درتوش البنات، نصيبوا الحلوه ونضيعوها على 15 درهم صافي. وما انا دوزتو معكم راكم شفتوه هنا كما تشريوش، يعني ما عرفتش شحال درت ديال الملحه بقيت كنحطو صافي، والمشكله ديال الملحه مالحه باش انت تسالي باش نحيدها، انا ما جربتهاش قبل حاش العجانات ما يعني فيه ما يتجرب، هذاك الشيء الاخر كنجربو قبل بسيمانه ولا، هذه اول استعمال ليها وكنت جربتها معكم فاش كنت غنصيفطها لخويا خدمت نيت معاكم. بسم الله غندير فكيش على الفاطو يا البنات هنا انا كنخدمها في واحد وكنقلب لجوج، العجينه كلها بصفه عامه ما كنفوتش لها جوج من الاحسن. نسيت واحد الحاجه هذا، ويبقى الواحد يزيد الماء من هنايا. في العجينه ديالتي انا اللي كندير ديما، ملي كنخوي دابا داك الماء كناخذ هاد البول بسم الله وكندير وكنعجنو بيدي. تا
صوت البنات انتوما سمعتوه. هنايا البنات درت المسمن كيتعجن وغادي ندوز نخلط البطبوط. هذاك الشيء اللي بقى ديال السميده البيضه اللي انا طحنت زدت على الفينو، ماشي الفينو هو سبيسيال، هو طبع الفينو ونقص على الفينو في الثمن، وزدت البنات واحد المعلقه ديال الزيت اولا جوج معلقات. هنا جاني شويه الخليط ما مشاتش راسو، باقي شويه جاري، زدت ليه الفرينه. هذه الفرينه البنات اللي كتسوني عليها، غتشوفوا لومباج نوريكم في دقيق، دقيق مستدير خاص. بالنسبه للسميده البيضاء فيها دقيق مستدير غليظ نفس السميه، غير هي السميده كتكون دقيق غليظ مستدير والفينو كيكون دقيق مستدير. كيبان انت كتبوا داك الرقيق. تقريبا خليت المسمن تقريبا شي 5 دقائق ولا شي 6 دقائق لما كملت هذاك البطبوط صافي وحبس. دابا غنديرها في بلاستيكه ونخليها ترتاح من الاحسن. هذه البنات طلعوا وعاد دوروا، ما تهرسوا ولا شي حاجه، طلعوا عاد دوروا. بالنسبه للصوت راه فيها الصوت البنات تقريبا بحال الصوت ديال عجانتي، غير انا حتى ملي كنكون كنصور كنقص الصوت ديال اي حاجه كنقصوا في كينقصوا ولدي في المونتاج على حسب كيكونوا البنات دايرين الكيت ولا شي حاجه كينقصوا، اما هو الصوت راه فيهم الصوت حيت ضروري الموتور كيدور راه الصوت كاين. باش هذا ما نقصتوش باش تعرفوا الصوت كيفاش داير، على حساب الاخوات اللي غايشريوها وداك الشيء يعرفوا الصوت كيفاش داير. المهم هي كالشكل ديالها وداك الشيء زوينه. نتوما العجينه شوفوا مازال دابا غادي راه ما عجنتهاش بزاف، ومازال غتشوفوها ان شاء الله ملي غنديرها في البلاستيك اللي غتولي. غادي ندير هادي هنا، راه ما درتش الخميره، عجنت هاد البطبوط راه مرخوفه بالناس حتى هي بالسميده البيضاء والفينو. هذيك الاضافه اللي درتها هي الفرينه، راه قلتها ليكم غنخدم بهذا. بسم الله هذا من الاحسن ديالو غير على واحد، شتو راه كيعجن مزيان حيت هو ديال الصابلي وديال ديال الحلوى هكا، نديروه على واحد انا ما نديروش على حتى على واحد وكيدور دغيا، وندير مليحه ونخليها تعجن. غنفك هادي اللي نقول لكم غير ما تخليوش العجينه هكا تكون كثيره وتطلع لهنا. انا شحال من مره هذيك الحمرانيت كيكونوا عندي الناس ولا كنعمرها وكنفكها، ولكن من الاحسن بلاش هكا باش حتى العجينه تطول معاكم. شوفوا العجينه تعجنات مزيان، نخليه يرتاح ونسد عليه بهذيك البلاقه ديالو ورجع معاه. البنات غسلتها ومسحتها ومسحت حتى هذه، غنصيفطها واحد الكيكه باش نخدم انا. شوفوا ملي كتجي الحاجه كنبغي نخدم فيها كلشي باش تشوفوها قبل ما تحط تشريوها، وعلى رقبتي وعلى ورا على رقبتي البنات الا انا زعما كاين لي حذفت شي حاجه في المونتاج ولا نقصت شي صاوت ولا هذاك الشيء اللي صورت معكم كما هو. انا الناس كنشكرهم ديما علاش، حيت اصلا ظريفين، المعامله ديالهم ظريفه، وفوق هادشي حاجتهم زوينه، يعني ما كيكونش فيها ما تيكونش فيها روتور، يعني ما كيكونش فيها رجوع، كيديها الانسان وكيرجعها. وهنا يا خواتاتي راني بديت كنخرج في البطبوط، خليته البطبوط خليته خمر الخمره الاولى ياك، وغادي نشدو نديرو كويورات وغنقرصو. غير على ما نغسل هذاك البانيو ونحط البلانشا ونقاد لها البريز غنبدا نطيب، يعني ما تخليوش يخمر، راه كيجي زوين. صافي هنا راه بديت كنقرص فيه، خليته طرخه شويه حيت لولو لبتو وحطيتو راه ما يتقرش لكم ديك الساعه، اما الا خليته يرتاح راه شوفوا هي كنقرص فيه وكيمشي. صافي غادي نغطي عليه، نخلي كما قلت لكم غير نجمع البصل فين خدمت وغادي ندوز نخبزو. واخا تكون لكم شي وحده متقوبه راه كتنفخ، غير وركو على البلاصه منين تقبات راه كتنفخ لكم زوينه. هنا غادي نهضر لكم على البلانشا بالنسبه للاخوات اللي كيسوني على البلانشا. هاد البلانشا هادي البنات ما بقاتش، المهم قبل بعدا كاينيش ما نتلفكمش. هنا راه العجينه ديال المسمن شوفوا كي ولات كنجر، يعني السميده البيضاء والسبيسيال راهم زوينين، كيديروا المسمن يديروا البطبوط يديروا الخبز كلشي كيديروا زوين، غير السميده ضروري ما طحنوها ضروري البنات. غنخرجهم كويورات ونخليهم يرتاحوا وغادي ندوز نخبز، يعني ماشي خليت المسمن بزاف راه ما كايناش حتى 5 دقائق، تخليوه شي خمر في البرد خليوه يخمر
دابا حيت هاد الفيديو راه كاين الصهد، ولكن اللي شافته في البرد، البرد خاصك تغطيه بمينطة وتخليه يخمر شويه عاد تخبزيه هكا، راه مي هكاك راه يجيك فطير، ما يجيش زوين، يجي لاصق. صافي انا غنغطيها بفيلم اليمونتيغ وغادي ندوز نبدا نطيب. هنا درت البلانشا، درت على النمره 5 حيت هذا البطبوط كيبغي العافيه، بالنسبه للمسمن كنديرو على 3. هانتوما غادي تشوفوا تبارك الله بدا كيتنفخ وطاب وجا بنين وزوين. وحنا حنا نمشيو غير مع الساهله البلات ومع الرخيصه، الفينو غالي نحطوه ما نخدموش به، ناخذو سبيسيال بلاصتو. السميده الصفراء غاليه نحيدوها نديرو البيضه في بلاصتها، راه موجوده في البيت، كيسولني في التعليق فين كاينه، كاينه في الهري، كاينه في اتقدا، وغير اتقدا وماشي ديما كتكون في مرجان، راه ما كتكونش البنات، انا عمري ما لقيتها في مرجان. شتو هذيك البطبوطه اللي ملي راه ما بغاش تنفخ حيت تقبات، غادي نورك لها على الجهه اللي تقبات منها وغادي تنفخ. وجو تبارك الله كلهم حلول وزوين، انا درتو ناشف، اللي بغى يرشو بزويته يرشو، الصراحه كيجي مذهب وزوين. بالنسبه للاخوات اللي غيتقداو سميتها العجانه من الموقع، باش تستافدوا من داك الكود برومو ديروا في بلاصه، ديروا كوبون، ديروا خوخوان ودوزوا الكوموند ديالكم، دخلتوا الواتساب قول لها كوبون خوخوان. هادشي اللي غتقولوا اليوم غيدير لكم داك التخفيض ديال 30% ديال لا ليفغيزون، بعدا ما تخلصوهاش. وكما قلت لكم البنات الكارونتي راه عامين. صافي هنا بديت كنطلق في المسمنات، وهانتوما غتشوفوا المسمن كيفاش داير، جا خطير، جا زوين. هاد المسمن حطيته لواحد المتبعه اللي بغات المسمن بالسميده البيضاء، وكاع الاخوات اللي باغي الاقتصاد وغلبهم الفينو وما كيبغيوش يديروا المسمن بالفورس، هذا راه اسهل واحسن مسمن ممكن توجده. شوفوا العجينه كي دايره، راه البوطاج كيبان منها. صافي ورقتها، هذا الملوي، طريقه سهله بزاف، والملوي كيجي خطير، كيجي واعر البنات، خفيف وزوين. درت لها هكا ودرت لها هكا، وكندوز هذيك راه الزبده ما بغيتش ندوبها، درت غير شويه ما كنديرش بزاف. وهذاك البنات درت الفينو ودرت معلقه الخل ودرت سبيسيال، صافي كندير لها هكا وكندخلها في بعضياتها، نحطها ترتاح باش منين نبغي نطيب ما تعذبنيش، غير نقرص ونطيب. صافي هنا رشيت، هذيك هي الرشه الوحيده اللي رشيت، من بعد ما بقيت رشيت حتى حاجه، بديت كنطيب في المسمنات المربعين وغادي ندوز للملوي وصافي. هادشي اللي كاين، المهم فيديو زوين وغادي يعجبكم، وإلا جربتوه غيعجبكم كثر ملي غتجربوا هاد المسمن وهاد الملوي، واحد البنه فيهم زوينه بزاف. اللي ما بغاتش دير البنات الزبده ما ديرهاش، ممكن دير الطريقه اللي كندير انا، ديال الزيت الحاميه كنسخنها وكنخويها على الفينو ومع معلقه الخل، هذيك كتجيب توريقه خطيره، ما نقولش لكم بحال مرقينو بالزبده، بحال ما بغيتوش الزبده. وبالنسبه لواحد كاينه واحد الزبده دابا كيديروها الناس طالعه في طوندونز ديال مصر، انا راني جربتها وما بغيتش نحطها معاكم لانها ما خدامهاش في المسمن، ما خدامه في حتى حاجه، تخدم لكم في حاجه وحده الا بغيت تخدموا بها البريوش ولا شي حاجه، اما هي ماشي زوينه وكتخسر حيت فيها الحليب وداك الشيء، ما كت يعني ماشي زوينه البنات، البنات اللي بغاو يجربوها بلا ما تجربوها. صافي هذا المسمن الملوي، شوفوا كي جاي البنات، جا واعر. هنا غندوزوا للكيكه، بالنسبه لهاد الكيكه فيها 3 البيضات اولا 2 بيضات على حسب البيض قداش، الا كان البيض البنات صغير ديروا 3، كان كبير ديروا 2. طلعت البيض مع شويه الفاني وشويه الملحه ياك، وغادي نبدا نزيد السكر. السكر عندنا كاس سنيده، ممكن ديروا كاس لاروب حيت غنسقيوها بالصوص ديال الشوكولات، ممكن ديروا كاس لاروب. هنا خدمتها في العجانه، انا في العاده راه ما العجانه ما كنخليهاش للكيكه حيت عندي الباطور، وباش العجانه تبقى تدي ليا مده طويله كنخليها للخبز او اللي صايبت فيها شي حلوه. يعني انا غير بغيت ندوز لكم كل شيء، يعني ممكن ديروا فيها الكيك، طلعوا فيها البيض، ديروا فيها اي حاجه. هنا غادي ندوز للطحين، تما راني درت البنات 200 غرام ديال الطحين وجوج خمارات، ولكن انا حيت في العجانه ما كنعرفش قياسي، ضروري خصني نخدم بايدي باش نشوف عيني ميزاني. غادي ندير داك الطحين كامل وما غيقدنيش، وغنشدها وغنحيدها وغنبدا نزيد. المهم اللي بغى يكمل يكمل، اللي عنده القياس ديالو هكا فراسو يكمل، انا صراحه كملت بيدي وفي الاخر كملت ليا نهيله. صافي غادي نبدا نزيد في الطحين، هزت ليا تقريبا شي 320 غرام ديال الطحين اللي هزت ليا. بالنسبه للمقادير، فيها كاس الزيت، فيها كاس سنيده، فيها 3 البيضات، فيها فاني، فيها 2 خمارات، وفيها كاس ونص ديال الحليب، ما فيها لا ياغورت لا والو. وهنا غادي ندير 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر.
صافي حتى هو غادي نزيدو، وتا الاخير غادي ندير واحد المعلقه ديال الخل. الخل كيجي به هشيشه وزوينه، يعني مش تحتاجو كاع تسقيوها مثلا بالماء والسكر ولا بالحليب باش تعشاش، هي كتجي هشيشه وزوينه. ها هي المعلقه الخل. كنجيب هذا الخل البنات من بين ديال 5 دراهم، فيه بزاف. هنا راه نهيله اللي كتكمل هاد المول باش تطلع لكم الكيكه احسن. واحد الحيله كنديرها، كنشد المول كندهنو وكنديرو في فريغو الوقت اللي انا كنخدم الكيكه. الاخت اللي سولتني على الاله ديال الكوفر هي هذه، هي هنا مسدوده وهنا محلوله. هي الثمن ديالها 599 درهم وفيها 1200 واط والكارونتي ديال عامين. غادي ناخذ البنات شويه الكريمه وغادي نديرها تقريبا جهد واحد الكاس. صافي غادي نديرها على عافيه مهيله تسخن، غير تسخن ونحيدها ندير فوق منها الشكلاط، يعني نذوب الشكلاط والكريمه فوق البوطاجي ماشي فوق البوطه باش ما يتحرقش لنا الشكلاط. ديال البنات الكيكه شفتوها كيشات، هيا كتجي زوينه من الداخل. المهم انا غادي نسوسها في الطرسيل ونرجع صراحه غندير لها الشبكه باش تبقى هكا منفسه. بالنسبه للكيكه البنات شوفوا داك المول ديالها 13 درهم واعر، ما لصقش ليا الكيكه على مزويناته. الكيكه جات زوينه. هنا غادي نثقبها هي البنات باش ندخلها باش ندير ديك الصوص وتدخل. درت واحد الزلافه باش عليت الشبكه باش لي طاح ما نضيعوش. بالنسبه للكيكه طيبت على 150 درجه، شعلت لتحت تطابت وتنفخات وشعلت الفوق. هنا الكريمه راه درتها بحال نقولوا غتفيض، ولحت فيها الشكلاط، لحت فيها 4 المرصوات ديال الشكلاط. ممكن ديروا 5 دراهم شكلاط، المهم على حسب نتوما القوام اللي بغيتوها، بغيتوها خفيف القوام بغيتوها ثقيل. هنا درت القوام شويه ثقيل وذوبتها بلا ما ديروا الشكلاط فوق من البوطه راه كيتحرق، غير تدخل الكريمه وذوبوا الشكلاط في الكريمه وهي فوق البوطاجي. وزينت بالحبيبات ديال الشكلاط البنات، انا كناخذهم ب 30 درهم الكيلو، يعني زوينين واقتصاديين وعاد هما والله الا زوينين. وغنديرها ما غاديش نخليها تبرد، نقطعها معاكم دابا قبل ما تبرد ونديرها في الثلاجه، راه كتجي فنه. ها البطيبيطات البنات جاو زوينين محلولين. فيديو زوين صراحه. كنتمنى نفيد به الاخوات ونتمنى نفيد به البنيات اللي هما بنياتي وكيعتبروني بحال الام ديالهم. شوفوا المسمن كي داير، ماشي ضروري نشريو داكشي غالي باش نقادو حنا كوتي وليداتنا ولا نقادو مثلا شي حاجه، كاين البديل. اليوم خدمت معكم بالبديل ديال داكشي الغالي. شوفوا الكيكه كي جات، ملي كنحلوها كتدخل داك الشكلاط راه كتجي واعره وزوينه. وصافي هنا تقريبا الفيديو ديالنا تسالى. غنخليكم المعلومات البنات في اول تعليق وغنثبتو بالنسبه للاخوات اللي بغاو يتقداو العجانه. وهذا الشيء اللي كاين، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وخليت لكم الراحه في امان الله.